أيام طبية مجانية شهدتها محافظة إربد والكرك تجسيدا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد. نتابع التفاصيل. تعزيزا لروح الأخوة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد وتجسيدا لمبدأ التعاون والتكافل الاجتماعي، نفذت كوادر طبية في محافظة إربد يوما طبيا مجانيا بالمركز الاستشاري لشباب بلدة بيت راس. بمبادرة من المجلس الأعلى للشباب وبالتعاون مع المجلس الاستشاري لمركز شباب بيت راس، أقمنا مبادرة عن يوم طبي مجاني في مدرسة بيت راس بالمشاركة مع بحوالي 14 طبيب اختصاص وحوالي 17 محطة للفحص. وشهدت محافظة الكرك أيضا يوما طبيا مجانيا أقامته جمعية الشهيد عمر المجالي بالتعاون مع مستشفى الجامعة الأردنية في مركز الأمير الحسن للتشخيص المبكر بلواء القصر. نشكر القائمين على هذا العمل الخير حقيقة الذي يساعد المجتمع المحلي في هذه المنطقة في هذا اللواء. يوم طبي ناجح، وإن شاء الله يقدر القائمين بهذا العمل الطيب الخير والبركة. نشاطات وطنية تسعى في مقامها الأول إلى غرس روح الأخوة والمحبة بين أبناء وطننا العزيز.